رئيس غرفة تجارة عمان عطوفة الأستاذ خليل حاج توفيق ينضم إلينا. صباح الخير أستاذ خليل. صباح الخير طارق. هاي المشكلة حقيقية بتصير؟ وأكيد وصلتك الوصف اللي وصفته. طب شو وصف لنا المشكلة؟ مش سهل إنه واحد يجي يلم بضاعة بملايين ويطلع تركيا. لا هو هذا شغل النصابين. النصابين شوي اختفوا من السوق في قطاع المواد الغذائية اللي أنا على الأقل ما زلت أمثله وبتصير، لكن اليوم اللي بصير قاعد الناس تنكسر، الناس المحترمة هي اللي بتنكسر. واللي بنكسروا أنواع، يعني في جزء يعني حاول كل اللي عنده يضل صامد، فبيجي إما بنك بتعاونش معه وبيجي بيحجز عليه بكركب له كل حساباته، أو تاجر أو شركة. في شركات صراحة متعاونة وشركات غير متعاونة. في شركات تنسى تاريخها الطويل مع العميل تبعها، قديش خدمها وقديش باعلها بضاعة ملايين. أول ما شوي يرجع له شك تحجز عليه أو تهدده بالحبس. الهروب أصبح لأسباب، يعني اليوم معظم الشركات أو الدائنين أول شيء بيقوم فيه ودي طلب للمحكمة منع سفر. أحيانا بصير أن الواحد لا يجد أمامه إلا السفر، حتى على عل وعسى يصير يتواصل مع الدائنين من يوصل لحل، يعني عم توكل محامي بيطلع بيكون له أخو بيكون له نسيب. مش دائما قاعد تصبط الأمور، لأنه مهما كان تاجر عليه ديون يعني عنده شوية أراضي كذا، مجرد ما سافر تخربط أموره إلا يعني حالات نادرة. إحنا يوميا أخوي طارق يعني للأسف، وهذا حكيناه الحكومة، مش هتصحى الحكومة ولا وزير اقتصادي ولا حدا إنه انتبهوا للي بيصير في البلد. شو اللي بيصير في البلد؟ احكي لنا. إنه الناس المحترمة قاعد توقع. هذا الكلام إنساني خط التحفيز وإنساني النهضة. أنا بقول لك اليوم الشباب الموظفين اللي عند التجار، يسأل بلاش يسأل عن التجار، يسأل عن البطالة اللي قاعدة بتزيد. وزارة الإعلام تنهارها تعمل مؤتمرات، والشبابنا اللي قاعدين بيفقدوا وظائف بسبب الظروف عند التجار يمكن أكبر بكثير من اللي بيتم توظيفهم وإعلان عن توظيفهم. طب ليش التجار قاعدين بينكسروا يا أستاذ خليل؟ من الوضع اليوم يعني؟ لما ديك المرة احنا اعترضنا يا طارق على انه خطة تحفيز الاقتصاد اللي سموها تحفيز وانعاش الاقتصاد لم تشمل اي قرار بتعلق في القطاع التجاري. صحيح. لما عمان لحالها فيها 108,000 رخصة مهن، بس عمان لحالها. اليوم الاخر معلومات عندي يمكن 44,000 ما جددوا. يا الله. شفت مسؤول غلب حاله وسأل ليش؟ وسأل ليش؟ في واحد طفل بغرفة التجارة قال له يا عمي ليش هدول ما همش مصاري ولا متجي عبالهم ولا انكسروا. انت بتحكي عن تقريبا عن النص، يعني شيء مرعب. تمام. لما تسمع وكيل اكبر ماركت كهربائيات البلد هرب، ولا حد اتصل فينا يقول طب ليش انكسر ولا نصب؟ طب اذا انكسر طب كيف ممكن نخلي غيره ضل صامد ما ينكسر؟ يعني احنا هلا كمواطنين لما نسمع ونقرا في الاخبار انه تاجر كبير افلس او طلع برا البلد، الحكومه نفسها ما بتتصل ليش؟ والله اذا انت حكيت معي غير هسه ما حدا حكى معنا حبيبي، عادي ما بعنيهم الامر. المهم اليوم لما قلنا احنا بدها صدمه كهربائيه البلد تصحي الاقتصاد، احنا ما بنتخوف ولا بنالف. فعلا اليوم وضع السوق يعني صعب جدا الواحد يصمد فيه. انت اليوم زي جبت الباص طريق قبل شوي المسجات، لما تسكر طبربور سنتين يا طارق كيف بتكشي كسر التاجر؟ تكسر ابو التاجر كمان كيف يعني؟ اذا انت بدون ما تسكر شوارع الناس تنكسر. لما تقول لي مبيعات نزلت 50%، ايش ال 50%؟ اجار المحل زاد بسبب القانون الجائر، الكهرباء بتزيد، الرواتب لازم تزيد، الضمان الاجتماعي كل فتره بتزيد، فالتاجر نفس مصاريفه بدناش اقول زادت، ايراداته قاعده تنزل، الكاش فلو اللي عنده البلد ما فيها سيوله. كان يبيع 1000 ليره كانت بشكات 900، صار يبيع 500، صار عنده عجز 400 ليرة كل يوم بالشهر 12,000. هذا الكلام إذا ما انتبهنا له اليوم راح تصفي بكرة عندك 5-6 شركات كبيرة في البلد والصغار بينكسروا. وتعال يعني عودة لموضوعنا الرئيسي أستاذ خليل، التجار الحكومة امبارح معناته هذول الناس اللي هربوا مش نصابين بالضرورة، معناته هذول الناس انكسروا طبعاً. وآخرهم زميل إن من أشرف الناس وأحسن الناس اللي طلع الأخبار، طبعا هو مش أكبر تاجر لكن هو من التجار القدام وأبا عن جد، لكن الظروف صعبة. ما اسمع يعني اليوم أحكي لك شغلة، شفت تسكيرة سوريا هاي 2000 سلعة والخربطة اللي عملتها الحكومة مع سوريا؟ تعرف إنه كان تجارنا مثلا في علاقة طيبة بين سوريا وتركيا، كيف الظروف بتتغير؟ كان يجي يعني كان في تسهيلات من تجار أتراك سوريين بالملايين لتجارنا ويدفعوا كل خميس، علاقة ودية صار لها سنوات طويلة. طيب لما تسكر الحدود ولما تسكر كذا بصير يقول لك
اعتماد لازم ادفعك للبنك اسدد البوالص. تخيل هاي كان واحد مترشل على بنك عنده هو يدين ويدين طبعا تروح على البنك باخذ منك 10-11% وهذا شيء جريمه في حق الاقتصاد. طب شو بيربح 11% اليوم يا طارق عشان بعديها بس يغطي فوائد البنك؟ والله يعني مش صحيح. نقول يجب تخفيض فوائد البنوك، يجب تخفيض ضريبه المبيعات، يجب تخفيض الجمارك. اليوم اذا ما خفضت الجمارك وضريبه المبيعات ونزلت الفوائد كيف بدك تقوي القوه تزيد القوه الرشائيه للمواطن او استاذ المواطن خليل. استاذ خليل، او اذا لم تفعل الحكومه كل ما ذكرت الى اين نتجه؟ ليش ما تسوي؟ مش هذيك مره وزير التخطيط ما شاء الله شو قال لك زمان الاملاءات الخارجيه او البرامج الاصلاحيه الاصلاح الخارجيه ولا صحيح. او طيب خليه يولي، اعطينا وصفه وطنيه حنحلها. اقول لك سنه يا بنك لا تحجز، لا تبيع بيت خليل او طارق بالمزاد العلني، يا تجار لا تنفذوا على فلان، يا حكومه نزلي، خلينا نسكر حالنا سنه يا زلمه. سنه لا البنك يبيع شقه واحد نص سعرها بالمزاد ويخرب بيته، ولا ضمان اجتماعي يحجز على طارق وخليل عشان 100 ليره يكركب كل شغلهم. يعني قطاع التجار يتحمل جزء، الحكومه تحمل جزء، والبنوك. طيب انت لو حكينا لك اعطينا وصفه وطنيه، عندك وصفه وطنيه؟ بدي بس ما احكي لك يا بدي واحد يتعهد ينفذها اذا طب شو رايك استاذ خليل، يعني تشرفنا هيك في يوم عفضاوتك على الاستوديو. مع الطاب ما بنحكي يعني، لا ما بدها حلقه كامله هاي السلافه، مش بدها اتصال. طيب سريع انه بعدين ما الحكومه بدها تسمع. ايوه ما بحكي لهم بوجههم، انا بس بدي اسمع برنامجك. والله ملينا يا طارق. لا طارق يعني الوضع يعني. طب اذا الحكومه لم تنفذ يعني ظلت على نهجها الاقتصادي هذا، لوين راح نوصل استاذ خليل؟ لا في كارثه بتصير عندنا لا سمح الله، لانه التجار اليوم ما ينكسر تاجر ما هو بيكسر 4-10 أو 10 معه، وبسكر 100 بيت و100 أسرة و100 عيلة. لا يعني هو أنا معطيك شك وأنت مجيره لفلان وفلان مجيره لفلان، إذا رجع شكي 4-5 بتضرره إذا مش أكثر. آه والله بالضبط. يعني لما التاجر ينكسر ما هو في 100 مورد، مصنع على مشغل على تاجر صغير، في واحد بتحمل، في واحد بتحمل ضربة ضربتين. البنوك لما تشم ريحة هيك بتشد على الكل. يعني أي تاجر عندنا بينكسر الله وكيلك، البنوك نفس ثاني يوم الصبح بلش تحجز تعليمات شدوا على البقيه، يعني اللي كان لسه عنده نفس بخنقوه. هذا كلام من غير تدخل الدوله والبنك المركزي والحكومه. تعال يا عمي وين رايحين؟ ما بزبط. شو تركني انا حارب لحالي في حق الالغام، وبدك مخزون استراتيجي، وبدك امن غذائي، وبدك سعر كويس للمواطن، و و و وبالاخير بتقول والله في شراكه، ولا اطمأن دولته او معاليه على المخزون واجتمع في رمضان، وايش الحكي الفاضي؟ وقبل العيد عملنا خط الطوارئ، فرق مراقبه كثير يعني. هاي والله احنا ملينا. انا صار 16 سنه في العمل العام، والله يقول لك يعني كاني عمري 60 سنه بشتغل في الشغله هاي. نفس الكلام، نفس الوقود، نفس الديباجه. والله هي الوضع صعب. لما نقول بدنا وصفه وطنيه، بدنا صدمه كهربائيه، احنا بنعرف شو بنحكي. ما بزبط. اليوم قلت لك واحد انه انا كل هاي وما حدا رفع السماعه يقول لك ليش انكسر، او والله كم موظف كان عنده؟ طب في مجال يشغلهم عند واحد ثاني؟ عادي بمر الخبر مرور الكرام. والله انك صادق. طيب على كل الاحوال هذا الحديث ذو الشجون، وبعتقد بحاجه لحلقه مطوله، وقلنا ان معك انا بتشرف فيك بس والله يا طارق يعني ما بدنا احنا كمواطنين على الاقل نفهم، يعني احنا نحاول نضغط. انا بتشرف. هذا موضوع مؤلم على الصبح يعني. والله فيه بس هذا واقع للاسف. يعني انا كنت ان شاء الله في اتصال بيني وبينك في مقبل ايام بيصير، وبتقول لي خلص الامور انتعشت وبلشت الانفراج الاقتصادي ان شاء الله يا رب. واحنا يعني طول ما انت موجود احنا مطمئنين يعني على الاقل. والله كل الاحترام رئيس غرفه تجاره عمان استاذ خليل الحاج توفيق، نهارك سعيد يا سيدي. شكرا جزيلا. شكرا.